السلام عليكم، ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده يا جدعان رجعت لكم بطريقه جديده لشحن السيزون 15 مجانا وبطريقه سهله. وفي فيديو النهارده صاحبي ان شاء الله خليك تشحن شدات بابجي مجانا من خلال بس ان انت هتسجل الدخول، ومن خلال كمان مشاهده الفيديوهات. زي ما انتم شايفين كده يا جدعان، انا شحنت السيزون 15 من اول يوم كده في السيزون، وكمان اخواتي عملت فيديو وانا حاليا يعني ار بي 10 زي ما انتم شايفين كده. انا فاتح السيزون، وانا يا جدعان كمان حصلت على لبسه ار بي 1 زي ما انتم شايفين اهو لابسها، وده كله طبعا يا اخواتي بطريقه سهله وطريقه مجانيه 100%. هشرح لك دلوقتي يا صاحبي طريقه، الطريقه دي انا شاحن منها شدات كتير جدا جدا جدا، واشرح لك انت كمان ازاي تكسب شدات من الطريقه دي. خلونا على طول كده يا اخواتي نبدا في الفيديو. بس قبل ما نبدا في الفيديو يا جدعان، ما تنسوش اهم حاجه نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تصدق ان انت تعمل لايك للفيديو ده، يعني اللايك مجاني، ما تنساش كده تعمل لايك عشان الفيديو يوصل لغيرك بقى وغيرك يستفيد ويشحن السيزون 15. واهم حاجه برضه يا صاحبي ما تنساش الاشتراك في القناه. وبس كده يا جدعان خلونا على طول نبدا في الفيديو واشرح لكم كل حاجه خطوه بخطوه. اول حاجه كده شباب، ده التطبيق اللي هشرحه لكم في فيديو النهارده، هكون سايب لكم رابط تحميل التطبيق في اول تعليق. بعد صاحبي ما تحمل التطبيق، الرابط مباشر هيكون في اول تعليق. بعد ما تحمل التطبيق فهتخش عادي خالص كده يا صاحبي تفتح البرنامج، بعد كده هتظهر قدامك علامه جوجل او هيظهر قدامك ايميلات جوجل، فهتسجل باي ايميل جوجل عادي خالص يعني يا صديقي عشان التطبيق يفتح معاك. طيب دلوقتي بعد ما التطبيق يفتح معاك هتعمل ايه؟ هتفتح التطبيق كده عادي خالص، وعايزك تركز معايا هنا يا صديقي، اقول لك طريقه تشحن من التطبيق ده بدون اي عروض وبالاي دي فقط. اول حاجه كده يا جدعان خلونا نيجي على البروفايل، بعد كده نروح على الهيستوري، واللي قدامك ده صاحبي اثبات الشحن من التطبيق عشان تكون متاكد ان التطبيق صادق 100% قبل ما تبدا تجميع نقاط وقبل ما تحمل التطبيق وقبل اي حاجه. التطبيق طبعا يا صديقي بيشحن لك عن طريق الاي دي فقط. لو جينا كده يا شباب، هنا عندنا خانه ايرن، وكمان عندنا خانه بروفايل، وعندنا شباب خانه في النص كده، الخانه الثالثه اللي في النص دي هنضغط عليها كده ضغطه واحده. هنا بقى صديقي بقول لك الكام شده بتساوي كام نقطه. عندك هنا صديقي الستين شده بتساوي 9000 نقطه. طيب دلوقتي لو انت جمعت 9000 نقطه بتعمل ايه؟ بتيجي بس كده صديق تضغط ضغطه واحده على 9000 نقطه، او تضغط يعني ضغطه واحده على 60 شده، هيقول لك اكتب الاي دي. فبتكتب صديق الاي دي فقط، هتكتب بس الاي دي بتاع حسابك، بعد كده صديقي التطبيق صادق والشدات هتوصلك على حسابك في بابجي موبايل. طيب بقى ازاي ان انت تجمع 9000 نقطة؟ ركز معايا بقى صاحبي في الفيديو وهشرح لك ازاي تجمع 9000 نقطة بطريقة سهلة. عندك صاحبي جميع طرق تجميع النقاط في التطبيق، عندك طبعا ان انت تجمع نقاط من خلال العروض، وعندك كمان ان انت تجمع نقاط من خلال مشاهدة الفيديوهات، وعندك تجمع نقاط من خلال لعب الألعاب فقط، وعندك كمان تقدر ان انت تشحن من تسجيل الدخول اليومي فقط. يعني يا صاحبي حاجة سهلة جدا جدا جدا. أول حاجة كده صديقي هو تسجيل الدخول. عندك هنا خانة اسمها ديلي ريورد، كل اللي عليك هنا بس بتضغط على كلمة ريديم، وبس كده يا صاحبي انت جمعت تسجيل الدخول اليومي. أول يوم يا صاحبي بتسجل دخول فيه للتطبيق بتكسب 25 نقطة، تاني يوم يا صاحبي بتكسب 50 نقطة، تالت يوم 75، اليوم الرابع 100، اليوم الخامس 100، وهكذا بقى صاحبي اليوم السادس 150، واليوم السابع بتكسب 200 نقطة صاحبي زي ما انت شايف. يعني انت كل اللي عليك هنا ان انت بتسجل الدخول يوميا، تضغط على كلمة رديم، وبس كده يا صاحبي بتكسب عدد النقاط. عندك بعد كده يا صديقي وهي خانة جيمز. خانة جيمز دي يا صاحبي كل اللي عليك هنا ان انت هتلعب الالعاب. عندك هنا طبعا يا صديقي بلاي تايم لعب الالعاب، كل اللي عليك هنا ان انت بتشوف اللعبة اللي انت حابب تلعبها وبتضغط عليها بس ضغطة واحدة، تمام؟ يعني تشوف اي لعبة وبتضغط على كلمة بلاي ناو اللي قدامك باللون الاخضر دي. بس يعني يا صديقي الافضل ان انت تختار اعلى لعبة يعني نقاطها عالية، لان هنا صاحبي بيقول لك كل ما تزود ليفلات وتلعب وقت اكتر في اللعبه كل ما تحصل على نقاط اكتر واعلى. يعني صديقي كل اللي عليك ان انت تلعب وقت طويل داخل الالعاب دي وتحصل على نقاط بطريقه سهله خالص. ودي طبعا يا صاحبي اول حاجه خانه جيمز اللي هي لعب الالعاب. عندك بعد كده يا صاحبي خانه تاسك اوفرز، وهنا صديقي لو انت حابب يعني ان انت تعمل عروض هتلاقي عندك اوفر تور، وهتلاقي اجيت ميديا وايت ستوديو اجيم، وهكذا بقى صديقي تشوف انت حابب تعمل عروض ولا لا. لو حابين طبعا يا شباب ان انا اشرح لكم عروض ان شاء الله الفيديوهات القادمه فاكتبوا لي في التعليقات، ولكن يا شباب في فيديو النهارده مش هشرح لكم عروض زي يعني ما البعض منكم طلب ان انا اشرح طرق جديده يعني لشحن شدات بدون اي عروض تقدر تشحنوا منها شدات. فعندك هنا صاحبي زي ما قلت لك كده تاسك اوفرز، ودي طبعا تقدر تنفذ بداخلها عروض.
وبعد كده صاحبي عندك هنا خانة السيرفيس، وهنا صديقي نفس موضوع خانة تاسك اوفرز. خانة تاسك اوفرز صديقي كل اللي عليك ان انت قدامك قوائم بتبدأ تعمل فيهم عروض. هنا بقى صديقي في خانة السيرفيس قدامك قوائم، كل اللي عليك بقى صديقي في السيرفيس هنا ان انت بتبدأ ان انت تعمل استبيانات. طيب يا اوفا، عايزين بقى اسهل طريقة نجمع بيها نكود داخل التطبيق. من اسهل الطرق الصديق اللي انت تقدر تجمع بيها نكود، وهي عن طريق مشاهدة الفيديوهات فقط. كل اللي عليك كده صديق هنا ان انت بتضغط على كلمة فيديو وبس كده، انت كده بتشاهد الفيديو عادي خالص. وبعد بقى صاحبي ما بتشاهد الفيديو ده بتبدأ ان انت تحصل على نكود عالية. يعني دلوقتي مثلا لو شاهدت 10 فيديوهات فانت هتكسب نكوت عالية، لو شاهدت 20 فيديو هتكسب برضو نكوت عالية. يعني صديقي كل اللي عليك في خانة الفيديو ان انت بتفضل بس تشاهد فيديوهات تشاهد فيديوهات تشاهد فيديوهات، ما بتعملش اي حاجة يعني صديقي الا اللي انت بتشاهد فيديوهات. وبعد كده بقى صديقي عندك الطريقة الاخيرة اللي انت تقدر تجمع بيها نكوت، وهي خانة انفايت فريندز. لو ضغطت عليها كده صديقي هنا طبعا بقول لك دعوة الاصدقاء، بقول لك ايه ده صديقك، يعني انت بتضغط على كلمة شير وتبعت رابط التطبيق لصاحبك، صاحبك ده يضغط على الرابط اللي انت بعته له ويروح يحمل التطبيق ويسجل داخل التطبيق عن طريق جوجل. ايه اللي هيحصل بقى؟ اول صاحبي ما هو يعمل كده هو هيكسب 500 نقطة وانت هتكسب 20% من ارباحه. يعني ايه بقى يا اوفا؟ عايز افهم الحتة دي. يعني دلوقتي يا صديق هو اول ما يخش التطبيق هياخد 500 نقطة، انت مش هتاخد 500 ولا اي حاجة، تمام؟ هيجي صاحبي بعد كده هو اكيد يعني صديقك هيجمع نقاط. لو صاحبك ده مثلا جمع 100 نقطة فانت هتكسب 20%، يعني هتكسب 20 نقطة. لو صاحبك جمع 1000 نقطة فانت هتكسب 200 نقطة. وعشان تكون عارف، لو هو جمع 1000 نقطة هو بياخد ال 1000 نقطة كاملين عادي خالص، وانت بتاخد هدية من التطبيق كده 20% بس، يعني 200 نقطة زيادة، تمام؟ ودي يا شباب تالت حاجة اللي هي دعوة الأصدقاء، أو يعني يا إخواتي آخر حاجة اللي هي دعوة الأصدقاء. طيب دلوقتي يا صاحبي بعد ما بتجمع النكود بتعمل ايه؟ وعندك كمان زي ما قلت لك يعني خانه تسجيل الدخول اليومي، ودي برضه مهمه جدا. هتعمل ايه بقى يا صاحبي بعد ما بتجمع النكود؟ انت عندك كده هنا خانه البروفايل، وزي ما قلت لك هنا لو ضغطت كده على كلمه الهيستوري هنا صديق اثبات الشحن زي ما انت شايف، عشان برضه تكون متاكد ان التطبيق صادق. ده هو صديق اثبات الشحن، التطبيق بيبعت لك الشدات على طول، تمام؟ زي ما قلت لك طبعا التطبيق صادق، يعني ما تقلقش من اي حاجه. طيب دلوقتي بقى صاحبي بعد ما بتجمع نكود بتعمل ايه؟ كل اللي عليك يا صاحبي ان انت هتيجي كده على الخانه اللي في النص اللي في اسفل الشاشه، يعني عندك كده خانه البروفايل وكمان خانه ايرن، انت هتيجي على الخانه الثالثه. عندك هنا صاحبي باي بال، لو انت حابب تسحب باي بال، عندك جواهر فري فاير، وعندك كمان بابزو موبايل. احنا طبعا يا شباب عايزين بابزو موبايل. بتشوف يا صديقي انت عايز تشحن كام شده وجمعت كام نقطه. لو مثلا جمعت 9000 نقطه فبتضغط على كده 60 شده ضغطه واحده، هيقول لك اكتب اي دي حسابك في بابجي موبايل. فانت تحط له الاي دي بتاعك، هتفتح كده بابجي تعمل نسخ للاي دي بتاعك وتيجي تكتب له الاي دي بتاعك بس كده يا صديقي، على طول الشدات هتوصلك على الاي دي بتاعك. ولكن يعني مثلا ممكن تقعد عندك 72 ساعه او 48 ساعه كده يا صديقي، ممكن يومين او 3 ايام ان شاء الله يعني السحب يوصلك. وبس كده يا شباب ده فيديو النهارده، اتمنى يا جدعان يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش بقى صاحبي في النهايه كده لو الفيديو عجبك تدوس اشتراك كده او سبسكرايب على حسب ما تكون عندك اشتراك او سبسكرايب. المهم صديق تنضم لعائله اوفا جيمنج وتشترك في القناه، ما تنساش دعمك للفيديو ده باللايك. وبس كده يا جدعان اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.